50 50 هنا 4 6 8 60 هنا 4 6 8 70 هنا 4 6 8 80 هنا 4 6 90 90 ريال ها 90 هنا 4 6 100 هنا 4 6 8 10 نار 14 114 يسوي له انت باي باي يسوي له سلام زابل 114 14 14 14 110 ريال يلا الفال حقي يلا اكبر فنجان على راسي اكبر فنجان على راسي اكبر فنجان على راسي بتشوف نعم صحيح انه اكبر على راسك ما شاء الله وزنه يمكن 3 كيلو صح؟ 3 كيلو هيك الرحمن هذه المنتجات المعروضه اليوم في المناداة في سوق البريمي منتجات متنوعه ما شاء الله تبارك الله اللهم ادمها من نعمه واحفظها من الزوال اليوم 2/2/2024 السلام عليكم نسيب والله غير نسيب سلام هذا كبير التجار هاي شوفوا طيب جزاك بخير الله يحييك يزار يزار هذا تبارك الله نعمان من داخله ايه ما شاء الله خيرات وبركات والصلاة على محمد انا نازلة الحين سوق عتيقة تخيلوا البصل بكم سعره كم سعر البصل؟ اليوم سعره 100 ريال بمية ريال الكيس الكبير البصل بمية ريال لا حول ولا قوة إلا بالله هذا بلدي هذا يمني أمي يمني والصغير بكم الصغير فيه بخمسين وفيه بأربعين وهذا الصغير على 25 شوفوا هذا أول كان بثلاثة ريال الحين خمسة ليه وين الله يستر الله يستر أنا في سوق عتيقة جيت للجملة أقول يلا عطني واحد كبير يا حيل الله وعطني اثنين ملح وبشري بالسعد وبشري بالسعد بيد الله تبشر دراهمي خلص علينا كم الطماط يا راعي الطماط ندور ولا بشوكة وشلون ندور ولا بشوكة ابو شوكة شلون ابو شوكة في شيء بس ابو شوكة بكم عطني ابو شوكة وين ابو شوكة